عربي بجامعة تازا، وكنشتغل هنا في مستودع الأموات اللي تابع للجامعة ديال تازا. جو تستقبلوهم هنايا مع الخمسة ديال الصباح. وبالنسبة للفاجعة، الساكنة ديال تازا كلها تألمت مع هذه الفاجعة هذه، مع أول مرة كتوقع في مدينة تازا. يعني هادشي هذا ما موالفينش به، وهي هادشي قدر ديال الله صراحة. جوتات المهم ما جوتات، انا ما يعني بالنسبه للجوتات الحاله شويه لا لا، اول مره ما عمر وقعت الفاجعه هذه، يعني اول مره كتوقع في مدينه تازا. يعني صدمه قاصحه بزاف، ما يعني ما موالفينش حنا بهذا الشيء هذا، وقاصحه يعني الساكنه. جا هذا الشيء غريب، يعني اول مره ما هذا الشيء، اول مره كيوقع هنا في المدينه، جا هذا الشيء غريب بزاف. الحالة النفسية شوية عيانة ديال العائلة، والحمد لله احنا هما معنا هنا، احنا استقبلناهم في حسن الاستقبال، وفرنا لهم كل شيء. بالنسبة للجوتات راه تدار لهم التشريح اللي امر به السيد الوكيل العام. دابا كنتسناو غير التسليم ديال السيد الوكيل العام باش نسلموهم الجوتات ويخرجوا يتدفنوا.